بهدف تنمية القدرات واستيعاب المفاوضات، استعرض 29 كادراً في النقل البري من مختلف المحافظات جملة من المهارات التدريبية بشأن وضع الخطط والحوارات الاجتماعية ومدى تنفيذها على أرض الواقع. الورشة طبعا كانت حول التعريف بالنقابات، وكما ورشة حول أدوار ومسؤولية النقابة تجاه عمالها، وكذلك في عملية الحوار والتفاوض لحل القضايا والمشاكل بين عدد من الأطراف. الورشة هدفت إلى مناقشة القضايا المتعلقة بنقابة العاملين في النقل البري وتعريف أعضائها بدورهم في مسألة التفاوض والحوار الاجتماعي مع القيادات السياسية والسلطة المحلية وقيادات المؤسسات التي يعملون فيها من أجل حل مشاكل العمال والسائقين والنقل في المجالات كافة. إذا غابت الدولة عن هذا الأمر وما راعتش وجود حوار اجتماعي، بنصل إنه خلاص بتموت الحوار والمفاوضة ما بين طرفي الإنتاج من أصحاب أعمال ومن عمال. علشان كده دايما بنقول أن الدولة هي رمانة الميزان، هي مركز الثقل. المشاركون أوصوا حكومة الوفاق بعدم رفع المشتقات النفطية كونها ستتسبب في كارثة لا تحمد عواقبها في أوساط الشعب، وستجر البلاد إلى الهاوية وتعطل العمل في قطاع النقل. نوجه رسالتنا للأخ صخر الوجيه، إذا كان صحيح في التوجه إلى رفع مشتقات النفط فهذا تعتبر مصيبة على المجتمع ككل وليس على وسائل النقل، لأنه ارتفاع وسائل المشتقات النفطية سيسبب ارتفاع الكلي في جميع المواد المستهلكة للمجتمع اليمني. يعد الحوار الحل الأمثل لكافة الأزمات وأداة فعالة للحكم الرشيد كونه يوفر بيئة مساندة لتحسين أداء الاقتصاد ليكون أكثر إنتاجا وقدرة على المنافسة من جهة، وجعل المجتمع أكثر استقرارا وإنصافا من جهة أخرى. سامي الحجري، اليمن اليوم.